احمد بيه شامل عضو مجلس اداره النادي المصري. السلام عليكم احمد بيه. السلام ورحمه الله وبركاته، وتحياتي ليك ولضيوفك الكرام، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. استاذ عبد الناصر اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اسمح لي بس اتكلم. اتفضل يا فندم لك الكلمه. رد ما حدث بالامس من فيديو الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اولا احنا في بورسعيد نرفض المزايده، نحن مدينتنا، لان هذا جرحنا والمنا واحنا اللي حاسين بيه. وهذا الموضوع بالذات ليس تصفيه الحسابات يا استاذ عبد الناصر مع الجهاز الفني المصري الذي يقوده اثنين من اخلص ما انجبت مصر، والجميع يعلم ماذا قدم التوأم لمصر سواء منتخب او انديه مثل الاهلي والزمالك، وكان صاحب الفرحه بهدف في كاس العالم 1990 بايطاليا. انا اتمنى يا استاذ عبد الناصر، وهذا هو العرف الطبيعي، ان يركز الاستاذ مرتضى منصور مع فريقه ومع مديره الفني السويسري الذي يتقاضى ملايين الدولارات، وهذا ليس شاننا، هو حر يعني يدفع اللي هو عايزه. وايضا احنا احرار في كل ما يخص النادي المصري، لاننا كمجلس نرفض نهائيا المساس سواء بالجهاز الفني او باللاعبين. لابد ان يلتزم الجميع. النادي المصري له مجلس محترم يديره وعارف حقوقه وواجباته، وكذلك الجهاز الفني القدير نعلم ما يبذله من جهد وعرق وضمير من اجل النادي المصري يا استاذ عبد الناصر وجماهيره، ولابد من الوقوف في المناظرات واللعب على عطر الجماهير. نحن كمجلس نرفض نهائيا المساس بالتوأم. معايا يا استاذ عبد الناصر؟ معاك، مركز يا احمد بيه. وبعدين يعني انا عندي اكثر من سؤال للاستاذ مرتضى منصور. على مدار اكثر من موسمين يتعاقد مع التوأم، والتوأم رافضين. نادي الزمالك على مدار 3 سنوات، يعني على مدار 3 مواسم. يعني انت حضرتك بتقول ان مجلس الاداره رفض الزج باسم حسام وابراهيم حسن في اي شان تماما كمجلس. تماما ان حد يجيب سيره الجهاز الفني او اي لاعب من النادي المصري. شكرا جزيلا احمد بيه. احمد الشمله عضو مجلس اداره النادي المصري موضحا الموضوع، له تبعيات ورسائل كثيره جدا جايه من بورسعيد، ولكن زي ما قلت يا جماعه بنحاول ضبط النفس على قدر المستطاع، لان مش هقدر افتح تليفونات يحصل فيها اي تجاوزات في حاله غضب شديده، وتليفونات شديده جدا جايه من بورسعيد وناس طالبه المداخلات. بعتذر لهم لان كمان وقتي بيخلص.